حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسله إلى اليمن كما عند الديلمي قال يا معاذ إذا كان الشتاء فغلس بالفجر يعني صل مبكرا وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر يعني تأخر بإقامة صلاة الفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا لكنه حديث موضوع كما قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة ويخالف أحاديث تبين فضيلة إقامة صلاة الفجر بغلس مبكراً.